لأول مرة منذ عام 2003 لم تعد العراق أكثر الدول تأثراً بالإرهاب، حيث تصدرت أفغانستان القائمة مع تفوق جماعة طالبان كأكثر الجماعات دموية. المزيد معك هند. صحيح عبد العزيز، فبحسب مؤشر الإرهاب العالمي لعام 2019 تفوقت جماعة طالبان الإرهابية على تنظيم داعش الإرهابي كجماعة الأكثر دموية بعد أن شنت 1443 هجوماً تسبب بمقتل أكثر من 7000 شخص. بينما في العراق تسببت هجمات تنظيم داعش الإرهابي والتي وصل عددها إلى 1131 هجوماً تسببت بمقتل أكثر من 1000 شخص، يحتل هذا التنظيم المرتبة الثانية. في المركز الثالث حلت دولة نيجيريا، حيث وصل عدد القتلى فيها إلى 2040 شخصاً في أكثر من 500 هجوم إرهابي. وبحسب وكالة فرانس بريس حلت سوريا في المركز الرابع بعد أن قتل 662 شخصاً في 131 هجوماً إرهابياً، علماً أنه تم تسجيل أكبر تراجع في أعداد القتلى في العراق بنسبة انخفاض بلغت 15.2% عام 2018 بعد هزيمة تنظيم داعش الإرهابي في العام ذاته، وذلك بحسب تقرير مؤشر الإرهاب العالمي لعام 2019.